الحجج وأتق أنا ما صنع وكل شيء لجبروته دل ولعظمته خضع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في مجده وتقدس وفي خلقه تفرد وأبدع وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل مقتدى به وأكمل مرتبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى والورع والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولنهج الحق لزم واتبع وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن أصحابه الكرام أهل المواقف العزام وهداة الأنام رضي الله عنهم أجمعين أما بعد يا أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة ثم أعلموا رحمكم الله أن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإطلاق نعمة الإسلام دين الله جل وعلا الذي ارتداه لعباده دينا قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين الله جل وعلا الذي لا يقبل دينا سواه ومن يتق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فنسأل الله جل وعلا أن يجزي نبينا محمد خير ما جزى نبيا عن أمتي على نصره لأمتي وإبلاغه لدين الله تبارك وتعالى على التمام والكمال ونسأله جل وعلا أن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته صلواته وسلامه عليه عباد الله ثم إن الله جل وعلا أختار لهذا النبي الكريم أنصارا أدولا وصحابة كراما أظهروه ونصروه وأيدوه عليه الصلاة والسلام وبذلوا مهجهم وأنفاسهم وأموالهم في سبيل نصرته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم ففازوا بكل فضيلة وسبقوا الأمة في الخيرية وفازوا برضوان الله قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما أعلى من منزلة وما أشرفها من مكانة تبوأها الصحابة الكرام ونالها هؤلاء الأذل الخيار شرفهم الله برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واستماع حديثه منه ونصرته صلى الله عليه وسلم فهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام لقد أثنى الله عليهم في كتابه وعدلهم ووثقهم وبين شرفهم ومسابقتهم للآخرين وأخبر تعالى الرداه عنهم ورداهم عنه أثنى عليهم ثناء الإطراء ليس في القرآن فقط بل أثنى عليهم جل وعلا في القرآن وأثنى عليهم في الإنجيل وأثنى عليهم في التوراة قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فعازرا فاستغلز فاستوى على صوته يغشب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما عباد الله وهناك في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل الثناء على الصحابة الكرام وبيان مكانتهم وعظيم قدرهم
وصمود شعرهم ورفعت درجتهم. وهكذا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الصحابة ورفيع شعنهم في السهاه والسنن والمسانيد. وفيه كتب كثيرة أفردت في بيان مناكب الصحابة وفضائلهم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجاه في صحيحين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أهل مثل أهل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. والحديث في هذا الباب كثير جدا. لا يأتيك أحد يسب صحابة ويطعن في إرضهم ونسبهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، ونسألك حب صحابته الكرام يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأتاه الله رحمة للعالمين ومعلما للأميين بلسان عربي مبين، ووعده يوم القيامة مقاما محمودا وحوضا مورودا وشرفا مشهودا، فصلوات الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، اعلموا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلون ليسوا في فضل سواء. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وخير هؤلاء الصحابة هم العشرة. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وبشرهم بالجنة. ففي الترمذي وغيره بإسناد ثابت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير في الجنة، وعامر أبو عبيدة بن جراح في الجنة، وخير هؤلاء الأشرة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وخير الخلفاء أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة. قال الله تعالى في شأن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يا إخوان المسلمين، الله سبحانه وتعالى يا إيمان نعمة ودبات رياك إذا متي كدير ديجي نعمة الله سبحانه وتعالى يا إيمان وبيئسي كدير ديجي نعمة الله مكرا كأوتكان ككي كدير kayi lissahi akan ni'imomin da Allah ya yi maka, wallahi ba kai saka kididdige ni'imar da Allah ya yi maka ba. Da wace ni'imar zaka gode ma Allah? Da ni'imar ya yi ka mutum bai yi ka dabba ko wani kwari ko wani aljani, saboda Allah ya karrama ɗan adam ya ce wani ɗan karramna bani adam. Mun karrama ɗan adam, Allah ya karrama ɗan adam akan sa'irin makhlukat, akan dukkan halittun da ya yi, koko da ni'imar da ya yi ka da hankalinka, ka duba ka ga wani mahaukaci ya ɗauki kashi ya sa a baki, ya yi husari ya shanye, ya kwana a jirji, ba ya da matala sai shara. Da Allah da ya yi makai ne wannan, da wannan ni'imar za ka gode, koko da Allah ya yi ka mutum mai hankali rashidi, ka san abin da kake yi. To babban ni'imar da ya kamata mu ma Allah godiya ita ce ni'imar musulunci. Domin idan ka duba ƙasashen da ba musulmi ba, ƙasashen da suke rayuwarsu ta mutunci, rayuwarsu kamar rayuwar dabbobi, wallahi za ka yi kuka ka gode ma Allah da Allah ya yi ka musulmi ya yi ka da hankalinka. Akwai wata shekara mun je Kigali, Rwanda, muka iske irin bala'in da aka yi, aka dinga gwada mana kaburbura na kahurai
waɗanda suka yi yaƙi tsakaninsu gaba ɗaya ba musulmi ba ce, ba musulmi ba ne. A wannan taron har aka yi wasiƙa zuwa sarkin Angola cewa wai a ƙasar shi 'yan% sun ne musulmi. Ana nema wai hukuma ta yarda akwai musulunci a cikin ƙasarta. Wallahi Allah ya yi mana ni'ima. Idan ka ce ka duba ni'imar da Allah ya yi maka, ba ka isa ka ƙididdige ta ba. Ya ɗan kuma musulmi, Allah dai aiko mana ya zaɓi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan halittu. Ya sanya shi shine yayyen annabawa, cikamakin annabawa, shugaban ma'aika. Ya zaɓo mu, mu kuma mu ne al'ummar shi. Wannan ma zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dangane da mashi ya zaɓo wasu mutane daban, ya nuna su ne sahabban Annabi, su za su rayu da Annabi. Wannan zaɓi ne na Allah. A yau duniya ta kai za ka ga wasu suna zagin sahabbai, ka ga wasu suna ta'an a cikin danganinsu, suna walaƙantar da su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana kashe, ya mana kashe da akan zagin sahabi, ya mana kashe ni akan cuta ma sahabi. Wannan kuma ƙwaƙwalwa ce irin ta Yahudu, wannan Sara, wanda ba su so musulunci. Sai su duba wani mutum wanda yake babba a cikin musulunci, sai su soke shi, sai musulmi su soke shi. Wanda la'alla ya rawaito hadisai da yawa, idan aka soke shi an zubda shi, sai a zubda dukkan hadisan da ya rawaito, sai a zubda rabin addini. Kaga wannan strategy ce ta musiba ta Yahudu, wannan Sara, masu su cuta ma musulunci. Yana daga cikin irin wannan abubuwa wasiƙu da ake aikawa a wazab, kai kaza, wanda bai aika ma ba mutum goma bala'i zai same shi, wanda ya aika ma mutum kaza zai samu alheri. Sai an ɗauki wani hadisi ingantacce a rubuta wannan wasiƙa, a ce shi kai ka zo ka aika ma mutane kuma kwanan ka za su yi, baka gaba komi a zuciyarka kenan, sai ka dinga tsantsanin wannan abun. Hanya haka ne, an ba ka tsoro cewa idan baka yi ba wani musiba za ta same ka. Ƙarya ce wannan, babu ma la ya'lamul ghaibi illa Allah, babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dai hanya ce ta cuta ma musulunci da hannun ɗiyan musulmi. Sai a aika muku ku watsa, a aika muku ku tuttura ko ina, ku kusan ba kuna rosa addininku da hannayen. Wannan musiba ce. Allah ya zaɓi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sannan ya zaɓa mai sahabbai manya-manya, kuma Allah ya yabe su a cikin Alƙur'ani. Yake ce mana waɗanda suka ciyar suka yi aikin kirki a zamanin kamun musulunci ya bayyana, ba su zauwa ɗaya da wanda ba su yi ba. Hatta a cikinsu wani sahabin ya yi wani daraja. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana kashe ni ku da zagin sahabina, na tsore ku ina muku gargaɗi, wallahi ɗayan ku da zai ci da zinariya kwatankwacin dutsen Uhud ba zai kai ba muddu na sahabi da ya ci da a lokacin sanne. Allah ya zaɓe su, Allah ya kambama su, ya ɗaukaka su, ya kai su wannan matsayi abin yabo. Ya ce su ne sahabban Annabi, su za su tashi tukuru su yaɗa la ilaha illallah a doron duniya ta ci gaba. Saboda haka ya ɗan uwa musulmi, kai ta kanka, kai ta kanka, yaya za ka gamu da Ubangiji? Kana fafutukar faɗa an yi kaza an yi kaza, baka sani ba, tagal-tagal gub, magana ta ƙare, sai abinda kai za a yi auna maka. Kai ka yi ka iya ka gyara gamuwarka da mahaliccinka subhanahu wa ta'ala. Me yabo masu yabonka kar su ruɗa ka, masu zarginka kar su cuta maka. Allah ya ce bal insan ala nafsihi basira, mutum shi ya yi sanin kanshi zuwa ga Ubangijinshi. Sannan kuma kada ka ɗauka cewa idan kai wata ibada kai shi kenan ka zama muƙarrabi. A ina Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana fa idza faraghta fansab, idan ka ƙida wannan aya idan ka